حبايبي طلبة برايمري 1، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا مع ليسون الماني. وقبل ما ابدا في الليسون حابه اشكر اصحابكم ابطال الماس حنين، ايسل، منه، براء. برافو حبايبي وسقفه كبيره ليهم، حلوا جوجل فورم اللي فات، وهستناكم كلكم تحلوا جوجل فورم الموجود تحت في الكومنت عشان اعمل لكم شهاده تقدير باسمكم واقول اسمكم في الفيديو الجاي. ازيك يا عبقرينو، تقدر تقولي العملة اللي بنشتري بيها في مصر اسمها ايه؟ طبعا اسمها الايجيبشن باوند. طيب ده كام؟ 1 باوند. وده 5 باوند. وده 10 باوند. وده 20 باوند. وده 50 باوند. وده 100 باوند. وده 200 باوند. برافو عليك، شاطر جدا. طيب تقدر تقولي ازاي ممكن اعمل ديكومبوز لتن باوند؟ طبعا اقدر. التن باوند equals 2 نوتس of 5 باوند، والتن باوند also equals 10 نوتس of 1 باوند، and equal 1 note of 5 باوند and 5 notes of 1 باوند. عبقرينو، can you help me? I have 135 باوند. This is my budget. Which two items can I buy? Yes, I can. You can buy a plane, the card. ويلا بينا على الexercise. Write the amount of each group. أنا هكتب الأماونت زي by counting كده بالضبط 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 يبقى 36 pound. 10, 11, 12, 13, 14 يبقى 14 pound. 10, 20, 30, 40, 50 يبقى 50 pound. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. يبقى هعمل counting. يقولي circle the amount that is more. أنا هنا عندي 10، أما دول فهم 6، يبقى هعمل circle على 10 عشان 10 greater than 6. هنا 30 وهنا 30. 1, 2, 3. يبقى هعمل circle عشان 33 greater than 30. طيب هنا 10, 11. طب ودول 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. يبقى طبعا ال 11 greater than 10. هنا 10, 20, 24. أما دول 30. يبقى هعمل circle على 30. كأنه كتب لك numbers وبيقول لك مين فيهم ال greater than. بس شايل ال numbers وحطيت لك ال money. هنا بيقول لك can you buy it؟ انت عندك ال ball دي ب 21. وانت معاك 21, 2, 3, 4. يبقى طبعا هقدر لان انا اللي معايا اكتر من اللي انا عايز اشتري. طيب هنا معاك كام؟ 10, 20, 30. والبلين ب 28. يبقى طبعا هقدر اشتريها عشان ال 30 greater than 28. طب الكار دي ب 44. وانت معاك كام؟ 10, 20, 30, 31, 2, 3, 4. معايا 34. يبقى طبعا can't buy لأن ال 44 greater than 34 اللي معايا. طب هنا ال 20 equal ل 20 اللي معايا، يبقى yes I can buy. هنا بيقول لي circle the correct amount. هنا ده 10, 11, 12 يبقى 12. ودايما انتوا صغننين بتتلخبطوا ما بين 12 وال 21. نركز قوي في النمبرز دي عشان ما تفضلوش تتلخبطوا فيها وانتوا كمان كبار. 12 غير خالص 21. ودايما قولوا النمبرز دي from 11 to 19، تخيلوها واكتبوها قدامكم لحد ما تتدربوا عليها كويس. هنا ده 30, 31, 2, 3, 4, 5. اوعى ما تاخدش بالك من الكاين دي، يبقى 35. هنا 10, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. يبقى 28. هنا 10, 20, 30, 40, 41, 42. يبقى 42 باوند. To show the cost. أنا عندي هنا البول ب 21. أنت عندك نوت ب 20. يبقى تكتب كده ترسم وتحط فيها 20.
وبعد كده الوانس عندك وان، انا النوت عندي بوان، يبقى انا كده كتبت النوت. الفيفتين، الفيفتين عبارة عن ايه؟ عبارة عن تن وفايف، يبقى انا عندي نوت بتن وكمان عندي نوت بفايف. يبقى ناخد بالنا حبايبي لما باجي ارسم النوت لازم ارسم نوت حقيقية موجودة انا بتعامل بيها. يعني مثلا مفيش نوت اسمها 21، هي عبارة عن 21. مفيش نوت اسمها 15، هي 10 و5. يعني مثلا لو كان عندك الوانس 8، انت عندك نوت ب8، يعني عندك فلوس مكتوب عليها 8 في حياتك؟ لا، عندي الفايف وعندي الوان، فهرسم فايف ووان ووان ووان. تمام؟ فلما نيجي نعمل درو للنوتس لازم تبقى نوتس حقيقية بنتعامل بيها. وبكده حبايبي نكون خلصنا درس الماني، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.